لو كنت مكان موسيماني، مين الفراودة اللي تضمهم للنادي الأهلي في الفترة القادمة؟ انت بتحطني مكان مدرب ليه؟ ما هو انت برضه انا لعيب في الاول وفي الاخر، يعني انا لعيب كورة من حقك، خلاص انت كبرت دلوقتي. ماشي، بس انت بتخليني بقى اقول مكان مدرب وبتاع، يعني ممكن اقول لك مين من الفراودة اللي كويسين في الدوري. هي انا بس واخدها طريق ان انت تقول لي. هو الفترة دي يعني احنا انا دايما بكلم مع مصطفى محمد بطريقة ايجابية، بس الحمد لله انا شايف ان انا في نادي الجيش عندي فراوده جامده جدا. انا وناصر منسي موجودين، عاوز بقى انا يعني وناصر منسي وعمرو مرعي، اي فرقه تتمنى وجود الثلاثه الفراوده اللي موجودين في نادي الجيش دول. عمرو مرعي يعني انت عارف فرود جامد جدا، ناصر منسي فرود منتخب اولمبي وطالع. انا شايف ان الثلاثه عندنا ثلاث فراوده كويسين. شايف حسام حسن ماشي بطريقه كويسه في شايف ريان ماشي بطريقه كويسه كمان. شايف في فراوده، يعني في 3 4 فراوده. انا يعني بحب طريقه لعب حسام، بحب طريقه لعب شادي حسين في يمكن شادي بيجي من تحت شويه من سيراميكا، بس بحب طريقه لعبه الفرود اللي بيبقى مع مش 9 بس، ممكن تلاقيه 9 وتلاقيه تحت وتلاقيه مين وتلاقيه شمال، فاهم؟ ويلعب كوره. فانا بحب طريقه اللعب الفراوده، فدي كلها فراوده اوبشنز قدام النادي الاهلي منهم انا طبعا. لو كنت مكان مصطفى محمد كنت روحت سانت إيتيان ولا جلطة سراي؟ جلطة سراي. ليه؟ سانت إيتيان يعني انا كنت بتكلم حتى مع بسام واحمد سمير، كانوا اصحاب مصطفى قوي، وانا ومصطفى بنتكلم يعني، بس ما اتكلمتش معاه في حته النادي يعني. لكن جلطة سراي التركيه والطريقه هتناسبه اكتر شويه، قريبه مننا. ولو بصيت لتريزيجيه ما اتطورش غير في قاسم باشا، راح بلجيكا الاول، راح اندرلخت تمام، ويمكن مصطفى زي شويه قريب من تريزيجيه هيلاقي صعوبه قوي في حته التأقلم. فرنسا انت عارف، وسافرت فرنسا كتير، برغلي فرنسي وانجليش مش موجود، التعامل الطف ما اعرفش ايه، الحياه صعبه جدا. فان تركيا خدمت مصطفى محمد. جلطة سراي نادي كبير جدا في تركيا، جماهيري، نادي قوي، هيبقى قريب من الجون على طول غير سانت إيتيان. لا طبعا جلطة سراي. جلطة سراي. اتفضل ركز بقى اللي جاي، ما تقوليش بقى مدير فني، ما تقوليش بقى مكان رئيس نادي بقى. لا 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 لا، ده انا هقول لك حاجه بسيطه جدا. خد دي. اديني. لو كنت مكان حسام البدري وتختار 2 مهاجمين راس حربة في مصر ينضموا لمنتخب مصر، ليه ما هو كده، ليه هو كده 2 اختار 2 ليه كشرت كده وقلبت وشك؟ ما هو انا مش يعني انت بتحطني مكان الكابتن حسام بدري يا مولانا. انا مالي طب ما تحطش عمرو جمال مثلا، ما تحطش عمرو جمال، حطني كجمهور. اختار 2 مهاجمين لمنتخب مصر يا عمرو. انا مش عارف ايه ده. اختار 2 مهاجمين في الوقت الحالي يعني ماشيين كويس. طبعا طبعا هقول نفسي واقول مصطفى محمد. براحتك انت حر. هقول نفسي ومصطفى محمد. عمرو جمال ومصطفى محمد. ومصطفى محمد هختار كده اكيد يعني. شايف حد تاني؟ لا مش لا، انا قلت لك انا شايف في حسام حسن شغال كويس، في شادي شغال كويس، جبت في سيري كوكا مثلا اللي هو لكن انا هقول طبعا نفسي. اصلا اكيد انا لازم احب نفسي عشان اوصل للمكان طبعًا اللي انا عايزه يعني، طبعا واكيد انا تعبت عشان انا اكيد عايز احط نفسي في المنتخب. لا واثق في قدراتك، في قدراتي فاهم. فمصطفى ما حدش يقدر ينكر امكانيات مصطفى السنه اللي فاتت واللي قدمه والنادي اللي بيقدمه، فانت خلاص